معلش يا اسف، ال 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 الاهلي ظلم كابتن جمال عبد الحميد؟ لا خالص، جمال عبد الحميد هو اللي ظلم الاهلي. احنا جمال عبد الحميد ما كانش بيسيبنا ولا احنا بنسيبه، انا وعامل وحمدي جمعه ومهلا امام، ما كانش بيسيبنا، احنا كنا مع بعض. جمال عبد الحميد وهو في يعني في المستشفى احنا كنا قاعدين جنبه. انا ما اعرفش هو جمال، يعني جمال كان ممكن الامور تبقى احسن. اللي اعرفه ان هو بعد ما خف ما لقاش، ان ما حسش ان هو يعني مرحب بيه في الاهلي. ده لا ده ده ده, ده قصته هو، اللي هو ما حسش ان هو يعني انما لا، الاهلي ما قصدش خالص. لا انا حضرتك بتقول لي كابتن جمال اللي هو اللي ظلم الاهلي ليه؟ في الكلام اللي هو يعني الاهلي الكلام كذا بعديها وكذا. اظن يعني انا اظن يعني وده يعني انا اتمنى ان انا اكون غلطان فيها يعني، لان انا كنت عايش مع جمال. جمال ما كانش، جمال كان واحد مش واحد مننا، احنا كنا فرقه النادي الاهلي. انما يعني مثال يعني شريف عبد المنعم يعني معانا في الفرقه، انما مش معايا، مش مع عامل ولا مع حمدي جمعه ولا مع ماهر همام ولا مع جمال عبد الحميد. احنا ما كناش بنسيب بعض ولا رمضان السيد، ما بنسيبش بعض، بنروح في اي حته مع بعض، نايمين مع بعض، قايمين مع بعض. بقول لك الكابتن فؤاد شعبان كان يقول لي ما تاخد الولد ده خليه يقعد معاكم يومين، يعني من هو كمدرب من نظرته ان احنا لمين نفسينا ولمين بعضينا. وكان جمال معانا، احنا وهو احنا كنا في المستشفى اللي احنا كانت فيها في المعادي، احنا ما كناش بنسيب جمال. طب حضرتك انا ما اعرفش هو جمال، حضرتك عصرت الفتره دي ايه اللي حصل؟ يعني طبيعي ان هو راجل عمل عمليه وقعد فتره بعيد ان هو يرجع. طبعا عادي، بس لا انا مش فاكر. مش فاكر. لا مش فاكر، بس بقى اتمنى اكون انا غلطان. يمكن كان أنا عندكم حته ان هو راح الزمالك وبقى جامد في الزمالك، ولا كنت فرحان له؟ كنت فرحان له جدا، وكنت بتمنى ان جمال يقول ان انا ده انا شرف كبير ليا ان انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت بالشكل دوت واديني في الزمالك وصلت للي انا وصلت له. ودي كانت حاجه هتبقى حاجه هايله جدا بالنسبه له. وبعدين كان ممكن يبقى عنده حاجه ان هو ايه، النادي الاهلي سابه، ما ده خلاص سابه من اروح الزمالك، ودي طبعا طبيعي وعادي وما فيهاش مشاكل. لكن ان انا مش ان انا بقى خلاص ايه الامر. يعني طبعا بنتكلم على ايام جميله، واكيد رجعنا كابتن مختار لذكريات حلوه. نعم صح، انت رجعتني والله يعني. وانا بحب دايما ان انا يعني الجيل الصغير والجيل الشباب ان هم يعرفوا ان ازاي الناس دي كان عندهم موهبه كبيره جدا. وانا على فكره في ناس كتيره تقول لك ايه يا عم ده مثلا ايه، ما فيش ولا واحد فيهم احترف في انديه كبيره وبتاع. لا، ايامها كان زمن مختلف، ايامها الناس دي على فكره، وانا بقول لكم الكلام ده، الناس دي يعني لو كان الاحتراف مفتوح ولو كان الفرص كانت سهله ان الواحد يسافر ويروح ويجي، انا بقول لكم الجيل ده واللعيبه دي كان ممكن انهم يلعبوا في اكبر انديه العالم. صح؟ على فكره انا اياميها اتحاد جده، ده بعلم يعني، ان هم شيك على بياض والنادي الاهلي ما وافقش. ما كانش في الكلام، ما كانش مش متواجد. يعني كان شيك على زي ما لما كنتوا بتلعبوا قدام مثلا بايرن ميونخ والانديه، كان في ماتشات وديه نعم. كتير لعبت انا صدق كنت ماتش بايرن ميونخ كابتن خطيب جاب فيه جولين. صح؟ جول صح؟ على ما اظن. كنت بتحسوا بفرق كبير بينكم وبين اللعيبه بتاعت بايرن ميونخ كده، ولا كنت تحسوا ان انتوا تقدروا تلعبوا بره؟ انا كنت بمسك كوره ارقص اي حد فيهم. ده انا مره في واحده عملتها قدام الباك رايت اسمه اللي هو كان شعره كبير ده بليتنر على ما اظن، مسكت وبعمل كده وبعمل بهوش كده ورحت عامل كده، لقيته نط فوق وانا ما شافش الكلام ده. قلت ايه ده؟ يعني اللعيبه الناس دي حلوه قوي. يعني ما شاء الله، يعني بس طلع طيب. لا، فالامور سهله يعني الحمد لله.